أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك والتسعة المعصومين بني ما خاب من تمسك بكم أمن الله فوزا عظيما. اللعن الدائم والمؤبد على ظالميكم ومنكري فضائلكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سراج الظلمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وابكي لزينب إذ رأتهم صرعا عارين فوق جنادل التلعات ما بينهم قمر العشيرة زائرا أبو فاضل فوق الرمال المقطعة وصلاتي وعلي الأكبر ذي النور الذي شق له الضياء دجى الظلمات وعريس يوم الطاق نجل الكريم وشمعة الخيمات. لكن أريد أوصل إلى المصيبة سيدي مولاي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا خيت فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. يا فاطم قومي يا ابنة الخيت واندبي
الفتاة رمية ولعبت على صدره خيل العوجية عطشان نادي سكوني قطرة مي ظل يتقلب على الثرى بحال وجعان يتقلب ابن امي يا والي على التربان ثلاثة ايام ضامي عطشان لان لهيب العطش فتقلب ابن الزكية وظل على الثرى وبجنب جاسم رحمك الله يا ابن سليم يصور هذا الموقف ها وظل على الثرى وظل بجنب جاسم الأكبر علي لما ندى زينب من بعد الثواكل هذون سبايا وداعة الله يا ابن امي الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال إمامنا الحسين الشهيد بكربلاء إني ما خرجت لا عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلى الله عليهما وآلهما صدق إمامنا الحسين الشهيد أطرفاكم ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الدمار والخراب قد عم على البلاد والعباد وكلا يأتي يوم وينادي أحدا بالإصلاح وكل يوم ويأتي أحدا وينادي باسم الإنسانية وباسم الخير وباسم الإسلام وبه يعم السلام والناس في رفاهية وفي راحة وإلى آخر ذلك لكن ما دارت عجلة هذه الدنيا أسرع فأسرع ووجدنا أن هذه الدنيا لا تمتثل إلا بالهموم والغموم والمشاكل وما حط عمل هذه الدنيا راجع على أعمالنا في هذه الدنيا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام في خروجه من مكة وفي طريقه إلى كربلاء كانت الأمور تتمثل وتتمحور عند أهل الكوفة أي عند الشيعة عند أتباع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دور الإصلاح الذي يريد أن يقوم به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تعالوا للإصلاح وتعالوا إلى أن يكون الأمر مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون الإنسان ثائراً وقائماً ومجاهداً على نفسه أولاً في مواجهة هذه الدنيا المكارة الخداعة كما وصفها أمير المؤمنين بوصف أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه، ثم لنحارب ما هو موجود في هذه الدنيا. أولاً، عندما أراد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتحدث أو أن يتكلم، عرى هذه الدنيا من حلاوتها ومن جمالها. يعني أي واحد اليوم راح يطلع إلى مطالب دنيوية ويطالب في هذه الدنيا بأي مطلب دنيوي مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فهو مرفوض في قيام الإمام الحسين من النهاية. المصالح الأولى والقيام الذي يريد به الإمام الحسين على سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، في أيا كانت الأمور التي تتورط بها المجتمعات في كل قيام وفي كل مرحلة، إذا أرادت أن تقوم تشتت فكرها وما عرفت على ما تقوم. واحد يختلف سياسة مع الدين، والدين يختلف مع السياسة، مرة الدين يضرب السياسة، الناس بأمزجة وأطباع مختلفة، وكل واحد عنده رأي معين. حقيقة الاختلاف بشيء عادي يتمثل بصورة عامة، لكن في من يتمثل، في من يقوم للخلاف؟ اليوم الخلاف واضح، وما بين الناس وما بين المجتمعات، لكن على هذا الأمر الذي يريد أن يقوم به كما قاموا به أهل الكوفة، والمسائل التاريخية التي شهدت من ظلم وفجور يزيد بن معاوية في أنه كان مرفوضاً حتى من المجتمع الشامي. أتكلم على مستوى العقليات أو أتكلم على مستوى المجتمع بشكل عام؟ يعني لما حتى نرجع للتاريخ وننظر قليلاً في التاريخ، بعد ما ذهب معاوية في سنة 59 أو في سنة 60، جاء من بعده يزيد. الآن معاوية هو من المعروف بأنه أطغى وأول حاكم حكم الدولة الأموية على مستوى القوة، فمن يأتي من بعده؟ يأتي من بعده يزيد. يزيد عندما جاء لسدة الحكم عمره 20 أو 22 سنة، أغلب الأخبار والروايات تقول بأن عمره 25 سنة. المجتمع الشامي رافض هذه الشخصية، بعد أن ما كان معاوية الذي هز حصون الفرس والشام وإلى آخر ذلك والروم بقوته وجبروته وإلى آخر ذلك، يأتي مثل هذا؟ المجتمع كان رافض تلك الشخصية على أن مثل هذا الجاهل المخربط يصعد على أن يكون حاكماً، لا بل أن يكون خليفةً للمسلمين. بأمر طبيعي وعادي كان هذا الأمر ماذا؟ مرفوضاً. لما أتكلم على مستوى الكوفة، فلا أريد أن أتكلم عن شيء، يعني الكوفة مسلمة قلباً وقالباً رجعت علوية حسينية مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتكلم عن من؟ أتكلم عن هانئ بن عروة، أتكلم عن حبيب بن مظاهر، أتكلم عن شبث بن ربعي، أتكلم عن مسلم بن عقيل. بشكل مختصر، كل المؤسسات المدنية وقوادها من الأهليين وإلى آخر ذلك، وحتى الوالي والحاكم والحكومة النعمان بن بشير كتب للإمام الحسين أن أقدم إلينا. وبعدها الإمام الحسين أرسل سفيره وثقته مسلم بن عقيل وقال: لقد أرسلت لكم ثقتي وابن عمي، فمن أراد مبايعتي فليبايع مسلم. إذن خروج الإمام الحسين وقيام الإمام الحسين والدور الإصلاحي للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما كان متمثلا بأي صورة من الصور في أن كانت المطالب دنيوية. نعم، لما أرجع إلى حتى مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أجد هناك مطالب دنيوية، لكن إلهي تركت الخلق طراً في هواك، إذ كان الأمر مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، إذ كان القيام إلى أن تكون هذه النفس عزيزة وذو كرامة رفيعة في أن لا تنصاغ إلى تحت هذه الدنيا وبأهوائها. لما يوصل الأمر للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، بايع ولو بشكل ظاهري يا ابن رسول الله، اسلم على دمائنا، اسلم على رقابنا بشكل ظاهري يا ابن رسول الله. قال: مثلي لا يبايع
مثله. ثم وصفه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الفريقين يذكر وصف الإمام الحسين إلى يزيد بن معاوية: شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة. ومن هناك بدأ الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وقالها بضرس قاطع. ثم وصل الخبر إلى يزيد بن معاوية وقال: ائتوني برأس الحسين حتى لو كان متعلقاً أو متمسكاً بأستار الكعبة. الإمام الحسين واصل وما رجع وما تأخر ولا لحظة. لكن أجي إلى المجتمع، أجي إلى الذين هم أرادوا بأيديهم الإصلاح، الذين أرادوا في بداية الأمر أن يقومون بثائرة، وأن عجلة الإصلاح ما زالت تسير في المجتمع، وأن هذا الحسين بن علي خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن وصلت الأمر إلى أنها تطلب تلك المطالب الدنيوية. يعني يقول كان عندنا شوية، هذه شوية إذا بتروح منا بعد لا خيرة الله في قيام ولا في ثورة ولا في مبادئ وإلى آخر ذلك. يعني بتعبيرنا اليوم الدارج، خلنا على مجنونك لا يجيك أجل. قال لا، من نطلع معه. اعتقلوا هانئة، أرجع معكم للأحداث، والأحداث مشهودة والكل يعرفها. اعتقلوا هانئ ابن عروة، بني مذحج معها آلاف من السيوف والرماح، حاوطت قصر الإمارة. يعني لحظات يدخلون على عبيد الله بن زياد، يقتلون عبيد الله بن زياد، ويرجع الأمر إلى الإمام الحسين مرة أخرى. خرج من أعلى القصر شريح، مسلم بن عقيل أخبرهم وقال لهم: ترى هانئ ما يخرج من قصر الإمارة سالم غانم، اخرجوا، اذهبوا وأخرجوا من هانئا من القصر. لما ذهبوا وراحوا، خرج شريح القاضي وقال: ماذا؟ قال: إنك بعض المناقشات والمناورات بين هانئ وبين الحاكم أو بين الأمير عبيد الله بن زياد، وإن شاء الله يرجع لكم. وماكو أي شيء، وهانئ قد اشتد عليه المرض. تعرفون أول ما استقبل عبيد الله بن زياد هانئ ماذا فعل به؟ ضربه على وجهه حتى أن تناثر لحم خده. هذا الأمر في أنك تريد ماذا؟ الانصاق إلى تلك الأحكام التي هي مو أنه فقط بأننا نحن نتكلم أن بالنار والحديد يحكمون، لا، بل المسألة أعظم من هذا ما نتصور به. ثم ماذا؟ في المرة الأخرى لما بقى مسلم وحيدا فريدا، وبين ليلة وضحاها انقلب أمر الكوفة، أيضا ذهبوا مرة أخرى إلى قصر الإمارة، لكن أكياس الدنانير والذهب صارت ترمى عليهم من أعلى القصر. صاروا هم أهل الكوفة يبحثون عن مسلم، وتشتت جمع الكوفة بين من قتل كأمثال هانئ ومسلم، وبين من التحق مع الإمام الحسين كأمثال حبيب وزهير، ومن انقلب على الإمام الحسين كأمثال شبث بن ربعيل، وإلى بقية ما جرى على أهل الكوفة. لما انقلب الوضع وصارت الصورة بهذه الحالة، وصل الإمام الحسين، خرج الإمام الحسين، قالوا: ها خرج الإمام الحسين، يا من بايعتم، يا من خرجتم مع الإمام الحسين، قوموا، هبوا وانهضوا. ما كان الدور إصلاحي، وما كانت القضية قضية إصلاح بشكل عام للدنيا، مع أهوائكم ومع مجتمعاتكم ومع أنتم ما أنتم عليه، هذا صنف وهذا نوع وهذا مذهب وهذا عرق وهذا قبلية وهذا اخرجوا، فأن هذا سيدكم ومولاكم ابن بنت رسول الله قد خرج بدوره الإصلاحي إلى أن يصلح الدنيا من جذورها. خرج الإمام الحسين، وصل الإمام الحسين إلى كربلاء. والله عندما نرجع للتاريخ كأنما التاريخ يكرر نفسه مرة أخرى في كل مرحلة وفي كل. وصل الإمام الحسين إلى كربلاء، قالوا باشر يشوف السيوف والرماح ويرجع الإمام الحسين. وصل الخبر في اليوم السادس، قطع الماء عن الإمام الحسين، الماء قطعوه عن الإمام الحسين. قال: ها قطعوا الماء عن الإمام الحسين، نحن نأسف إلى ما جرى على الإمام الحسين، وإن شاء الله يرجعون الماء على الإمام الحسين. وصل الأمر إلى يوم عاشوراء، قتل الحسين عطشانا ظمآنا على بوغاء كربلاء. انجي إلى المجتمع، انجي إلى الناس، الذي بقى وفي 70 نفس الطاهرة التي وقفت مع الإمام الحسين بعدما كانت ألوف مؤلفة. ما ننظر في التاريخ،
وماذا صنع التاريخ من هؤلاء الذين كانوا حقيقة جبناء؟ مرة واحد جبان على نفسه وعلى مصلحته في الدنيا وعلى مكانته، فليكن جبانا، هذا بلا نشغل فيه الآن، ولا يريد أن يقوم. ولكن من كلفتم أنفسكم مع أن تكونون مع الإمام الحسين، قتل الإمام الحسين في أرض كربلاء، ماذا كان الأمر؟ احنا نتأسف إلى قتل الإمام الحسين في أرض كربلاء، وهذا الفعل نستنكره إلى آخر ذلك، وفي أمان الله وانتهى الأمر. وفي كل زمان وفي كل مرحلة تتكرر هذه، قتلوا فلان وقتلوا فلان وقطعوا رأس فلان وجروا فلان وسحلوا فلان وأحرقوا دار، نحن نتأسف. ماذا تريد أن نقول؟ أنا واحد عندي وظيفتي، عندي أولادي، عندي بيتي، عندي إلى آخر ذلك. أنا واحد لو يضرب سيارتي برا أطلع على أشتكي عليه في مركز الشرطة، بعد مو أطلع إلى مكان معين تريد تسوي لي قضية وإلى آخر ذلك. أتكلم عن أي مستوى، وأتكلم عن أي إصلاح، وأتكلم عن أي قيامة يريد المجتمع أن يقوم بها ليصل إلى مرحلة أن القائد الحق وهو ببنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد نادى بنداء الحق. مو بس نادى بنداء الحق بأبي وأمي، نادى ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا. حقيقة الله يكرم وجوهكم الطيبة المؤمنين طايحين الحظ، أولئك الذين ما خرجوا وما هبوا وقفوا يتفرجون على مرحلة واحدة، وهي أن كل الأمر إن باكر إن شاء الله أحسن، إن الدنيا تكون تتمثل بصورة أحسن وأفضل. إلى متى؟ غدا أيضا في خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا تظن الناس هذه التجارب موجودة في عالم الدنيا. لما أتكلم عن قيام معين، ولما أتكلم عن محاربة نفس، ولما أتكلم عن محاربة أمر معين شخصيا الإنسان مع نفسه يريد أن يقول هالشكل يعدل من وضعه مع نفسه، هل يستطيع بقوة وبعزم وبإرادة أن يقطع هذا الأمر؟ إن كانت عادات سيئة والعياذ بالله، إن كانت عادات حسنة، إن أراد أن يغير حتى روتين حياته، يستطيع على أنه يقوم بقيامة واحدة وبمبدأ حق في أننا نحن نتمثل إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة؟ السلم مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا أعداء الله الحرب معهم بأي صورة وبأي شكل من الأشكال، حتى أننا نحن نرجع وننظر مرة أخرى. ثم بعد ماذا؟ بعد أن ما قتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد أن ما صار الوضع مريبا ومخيفا، في أن أناسا، شوفوا بعد مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تخفت أناسا عن محبتها وولايتها لعلي بن أبي طالب، خافوا. مروان بن الحكم شك في جماعة أنهم يحبون علي بن أبي طالب، شك بجماعة مو شيعة ولا موالين، لا بل أنهم في قلبهم شيئا من حب علي بن أبي طالب، قتلهم جميعا. المنصور الدوانيقي في بغداد بنى عليهم الجدران والأعمدة، تتكلم تلك الصور وتتمثل في مرحلة بعد مرحلة، إمام بعد إمام. وحتى لما أرجع إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم، الإمام اعتقل أكثر من 10 سنوات، سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنوات، ومن كان يتكلم؟ علي بن سويد، واللي عندهم واسطات عند القصر العباسي وفي قلب الإمبراطورية العباسية، واصلين وجهاء بتعبيرنا اليوم كبارية الشيعة، من علماء ومن تجار ومما يمتلكون من وجاهة، واصلين إلى ذلك. الإمام موسى بن جعفر يعذب في قعر السجون عذابا شديدا، الكل متفرج، الكل خائف على مكانته. الإمام موسى بن جعفر نقلوا إلى طامورة، يقول علي بن سويد نزلت إلى الإمام في تلك الطامورة 40 عتبة تحت الأرض، ما أقدر أشوف راحة يدي من الظلام الموجود اللي تحت الأرض، ما أبدا. ندعو للإمام موسى بن جعفر بتعجيل الفرج، والله يفك قيد أسرى إن شاء الله، وإن شاء الله الإمام يطلع إن شاء الله من السجن. وهذا الأمر، الإمام خرج جنازة مقيدة بالسلاسل والحديد
على جسر بغداد. الآن واحد يبكي، الآن الواحد يتأسف، الآن الواحد ينظر إلى أنه وصل إلى هذه المرحلة ودماء تجري وأنفس تزهق وأرواح تروح من هذه الدنيا. على ماذا؟ على في أننا نحن ننتمي إلى الحق وأننا نقول كلام الحق. هكذا قالها إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جاء علي الأكبر لما وصل علي الأكبر إلى الإمام الحسين، أكو وضع خوف، أكو وضع رعب. قال له أبا يا حسين أولسنا على الحق؟ قال له بلى يا بني. قال له إن وقع الموت علينا أو نحن وقعنا على الموت فلا نبالي. الأمر وصل مع الإمام الحسين، ترى ينظر إلى أطفاله إلى عياله وينظر إلى تلك السيوف والرماح التي قد شدت على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية أنه ازدلفت عليه 30,000 بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. وصل إلى مرحلة قال ألا أن الدعي من الدعي قد ركز بين اثنتين. اليوم أنتم بين حالتين، بين أن تكونون أذلاء ولعاذ بالله وجوه المؤمنين إن شاء الله مكرمين، الله يكرمكم يرفع قدركم إن شاء الله، بين أن هذا الدعي أن هذا اللعين الطاغي يركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. فأي الطريق الذي تختارونه؟ أي الأمر الذي تريدونه؟ تريدونه أن تكونون واحد يقول مع الذلة؟ لا بل واحد مرة مع السلة وما مع الذلة لكن عنده دين ومعتقد صحيح وعنده مبادئ صحيحة. مرة واحد فالس من الاثنين، أبدا لا دين لا معتقد صحيح لا مبادئ يتمسك بها لا أمرا يريد به مع الله سبحانه وتعالى، فتلك مشكلة أكبر. إلى ليلة عاشوراء كانوا مع الإمام الحسين اللي مو عارفين إلى الآن طريقه، والإمام الحسين أخبرهم قال لهم ترى إنا ملاقين الله في هذه الدنيا لقاء عسرا، إن شاء الله باكر نلاقي الله سبحانه وتعالى لقاء طيبا. حقيقة إذا اشتغلت السيوف والرماح على أبدانكم ترى مو شيء سهل، واحد يرمى أو يضرب بحجارة أو بسهم أو بنبلة. وكانوا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أرواحهم وأجسادهم. يقول زهير زوجة زهير تنقل تقول في ليلة عاشوراء عين زهير ما فارقت الحسين ولا لحظة ولا إلى رمش. يا ابن رسول الله ماذا تقول؟ والله يا ابن رسول الله لو قطعونا لو قتلونا وقطعونا وأحرقونا وذرونا في الهواء لما تخلينا عن نصرتك. إلى مجال لحظة وعلى رواية ولو 70 مرة جرى علينا هذا العمل. إذن لابد أن نكون مع المبادئ التي نقومها مثل ما قاموها أنصار الإمام الحسين، مثل ما قاموا بها من تمسك مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هل قد واحد قام بقائمة؟ وهل قد واحد قام بثورة؟ وهل قد واحد قام بدور إصلاحي حتى مع نفسه ومع أهله في بيته في عمله في مجتمعه؟ مبادئ حقيقية واضحة مثل ما قام بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى غايته. هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسين وحاربوا صوت الإمام الحسين وحاربوا منابر الإمام الحسين صلوات الله، أين هم؟ أسألكم أين هم؟ أين هم؟ وين راحوا؟ وبقى الإمام الحسين صلوات الله حقيقة كذب الموت، حقيقة حقيقة يعني والله. يعودنا إن شاء الله كلها أيام ندخل أيام عظيمة في ضيافة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الله يوفقنا جميعا لخدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الناس كيف يكونون أبرارا عند الله سبحانه وتعالى بخدمتهم للإمام الحسين؟ مرة واحد يقتل في سبيل الله،
الذي يقتل في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون، لكن أحياء عند الناس يرزقون. أي كرامة وأي مكان. الآن هل قد اسم خادم للإمام الحسين مات قبل 30 سنة 50 سنة، إلى الآن ذكرى مخلد، إلى الآن مكانته موجودة، إلى الآن ذكرى موجود، يعني مات جسدا لكن بقى عمله وبقت روحهم في هذه المآتم والمساجد وعلى هذه المنابر وعلى تلك المنائر تصدح بأسوار نواعي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومخلدين والرحمة والبركة تنزل عليهم في كل ليل ونهار بل في كل لحظة. هذا ذكر الإمام الحسين، تجتمعون فيه على أمواتكم على أحبائكم، حقيقة والله يستنير بها الله القلوب والقبور. وهناك أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصريحة عندما كان يعود قبر عمه أبو طالب، عندما كان يعود قبر عمه الحمزة، عندما كان يعود قبر زوجته أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، كيف كان الأمر مع رسول الله؟ وكان يبكي عليهم بكاء شديدا حتى عندما ذهب إلى معركة أحد، لما مشى رسول الله إلى معركة أحد أشيع خبر بأنه قتل رسول الله، ولكن المنادي ينادي من الأعداء من المشركين، نادى قتل محمد قتل محمد، ذهبوا وين راحوا؟ وإذا جاءوا به بخبر عمه الحمزة سلام الله عليه أنه قتل. هند آكلة الأكباد أخذت وبقرت بطن الحمزة سلام الله عليه، أخرجت كبده ثم قطعت أصابيعه، نقرت عيناه أنفه أذنيه، وجعلته لها قلادة وصارت تتبرج على جثمان الحمزة الطاهر سيد الشهداء. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جسد عمه الحمزة الطاهر بكى بكاء شديدا عبيطا، ثم نادى وحمزتاه وعماه، ثم بعد ذلك دخل المدينة وأمر النساء بالبكاء على عمه الحمزة وقال لا بواكي للحمزة فإنه قد مضى شهيدا قتيلا، ليتك يا رسول الله كنت حاضر في طف كربلاء وترايا الحسين الأكبر يا نادى شمرا أنا الله
لك صاحت واويلا ومصيبتا وبعد العباس وعلي شمرا وزجرا يقود ناقتي قل وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شال رموا غريبة لاجلك ولاجل احسان عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت بعت السهم مني وبلاتون بهالعين حرك يا ويلي صاح وين نفس الابي قالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرام عاقتني المني عتبك علي يا ابن امي يا ابن والدي ويا ابن امي يا حسين يا عباس لكن النظرة الأخيرة في دعة الله مسافرة عنك يا اخويا ليلة تنادي رملة تنادي ام الشباب تناديها كلا ينادي مر بنا على مصارع قتلانا النظرة الأخيرة يا من على الناقة بعد ما أدري شوف وجوه له كله علقت على الرماية حتى عبد الله الرضيع قطعوا رأسه وعلقوه على الرماية أيوة مصيبتها هالليلة الجمعة وليدك تساعدني إن شاء الله الله يرحم أمواتكم شهدائكم إن شاء الله ويقضي جميع الحوائج نعم يا ثواكب نعم يا أمهات الشباب والشهداء ماذا تريد ماذا يا صاحت ليلى من على الناقة صوتك وياها لما انحدى الحادي بوداي الهادي زينب تصيح وتنادي رحمونا يا ظل رحمونا يا ظل مروا على الأكبر فوق الثرى انطاض نادوا خلهم يزفون مروا
بقيت دعاء وأسألكم الدعاء. لما أرادت القافلة تمشي المعذرة: يا ابن أمي يا ابن أبي في أمان الله يا في دعة الله. نعم يا زينب صح ما تقول عني سافر ما ودعوني شلا وخواتي وللقبر ما شيعوني. انا يا ليتهم ويا لا روح أسرام يا السرى فوق المهام أحمى الضائعات من بعدك رأنا يا الله. أسألك اللهم ندعوك بحب الخلق إليك محمدا وآل محمد. فرج اللهم عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج العافية والنصر. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوان المستشهدين تحت لوائه. اللهم صل على محمد وآل محمد شافي وعافي جميع المرضى لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم شافيهم بشفائك عافيهم من بلائك البسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. يسر أمورنا اقضي حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا الله. احفظ اللهم حجاج بيتك الحرام زوار أبي عبد الله شيعة أمير المؤمنين في كل العالم يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا واختم لنا خاتمة حسنة مع محمد وآل محمد. اللهم متنا على حبهم وولايتهم والبراءة من أعدائهم يا الله يا أرحم الراحمين. من اجتمعتم لسببه شهيد اللهم أوصل ثواب مجلسنا هذا إلى روحي. اللهم انقله من ضيق اللحود إلى سعة الدور والقصور عندك نحتسبه يا رب العالمين. أوصل ثواب مجلسنا هذا إلى روحه المباركة لروحه وأرواح الشهداء والعلماء المؤمنين والمؤمنات من مضى من هذا الجمع المؤسسين الحاضرين. يهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.